ازيك شباب؟ معاكم حلقة جديدة مع اس تيوب جيمنج. رجعنا نلعب لعبة بيندي اند ذا انك ماشين. اللعبة اللي شباب طلبتوها مني كتير في التعليقات، فالنهاردة هنجربها مع بعضينا. وانا شباب هعرف ان انتوا حابين اللعبة دي ننزل عنها مرة تانية ولا لا من تفاعلكم، وان انتوا توصلوا كمان الفيديو ده 20,000 لايك. واتمنى منك تنزل دلوقتي تشترك معانا في القناة، وخلينا شباب نجرب، لان المفروض اللعبة دي فيها شخصيات من ديزني. فاكرين بقى الشخصيات القديمة، بس مش عارف هتكون كل الشخصيات موجودة جوه ولا لأ. فخلينا نبتدي الجيم ونشوفها عاملة ازاي. انا اول مرة العبها معاكم، فعندنا نسيف الحاجة، ندوس لها. اوه نقدر كمان نختار الشابترات، يا سلام. شابتر واحد واثنين وحركات حسب التفاعل يا شباب. فخلينا ندوس هنا لعبة جديدة ونشوف شابتر وان. طبعا الرسالة دي مبعوتة لهنري، وكاتب له في الرسالة اللي احنا اشتغلنا على الكرتون تقريبا حوالي 30 سنة، وبقول لك عدوا زي الهوا، بقول لك مش كده، وبقول لي لو رجعت المدينة مرة تانية ياريت ترجع للوركشوب اللي احنا كنا شغالين فيه وبنعمل فيه الكرتون. بقول لي ان في حاجة عايز اوريها لك. ماشي، احنا ممكن لو رجعنا المدينة نروح للمكان ده اللي هو الوركشوب. فبيقول لي يور بيست بيل جيوي دريو معرفش ايه. ماشي اوكي، قرينا الرسالة واحنا جاهزين. وخلينا شباب نروح شابتر 1. اللعبة رعب ولا انتوا جايبين لي لعب رعب؟ Alright Joey, I'm here. بقول انا هنا. If we can find what you wanted me to see. ماشي، انت عايز توريني ايه بقى؟ طب ما تكمل انت يا اب. طبعا احنا هنروح نشوف الحاجة اللي المفروض عايز يوريها لنا، بس بصوا المكان. تحس يا بال الحبر النازل عامل ازاي؟ كأنه مكان مرعب. نافورة حبر، ايه ده؟ ايه يا عم ده؟ اوه شباب عندنا ميكي ماوس، بس فين راسه مختفية؟ ده ممكن بقول لك بندي ان ذا دانسي دايموند. والله ما شفت البتاع ده، هو كان امتى ده؟ الجيل القديم بس هو اللي هيعرف الحاجات دي. اوه جروفي حبيب قلبي، بندق، مين ما يعرفش بندق؟ عندنا برضو ميكي ماوس هنا، وعندنا بقيه الصور اهي دي. يقول لك بندي ليتل ديفل، لا 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 لا. مش عارف برضو شفتش الكرتون ده، مش عارف ازاي عدى عليا. طيب نكمل في المكان ده، المفروض المكان اللي بننتج منه الكرتون. ماشي خلينا نستكشف. نقدر نفتح الباب؟ مسوجر يا شباب، هو صوت الباب اصلا يقلق. هنكمل زي ما احنا. بقول لك الاحلام تتحول حقيقه؟ صح عندك حق، عشان كده قدرنا نعمل الكرتون. نفتح طيب الباب ده، مسوجر. بس المكان اللي احنا كنا شغالين فيه زي كانه اتدمر 30 سنه، اتدمروا كده حاجه غريبه. ماشي خلينا طيب اروح للمكان ده. ده المكان اللي كنت برسم فيه شكلي. ايه رايكم في رسمه ابو الاساس؟ يا سلام شخصيه بنتي اللي راسمها. حاجه مبشره كويس، احنا بنتفرج كمان على الكرتون. يعني يا بنتي بس مش عارف ليه مش متفائلك خالص، انت واقف هنا ايه ده؟ ما نقدرش برضه نعمل اي حاجه، مكان كله مسوجر. كمل يا ابو الاساس، شوف هنا. طيب ايه ده؟ الباب ده الوحيد اللي طالع من تحته اضاءه. برضه مقفول نفس القصه. تك تك ده زي كانهم عاملين الوقت اللي هيعملوا فيه الحاجه يخلصوها. اهو كاتب هنا كمان باك اب، يعمل باك اب عشان شكله ما يكون مسافر يكون مجهز الحاجات. شوف بقولك مكان خطر، امشي بعيد وانا اللي داخل. شفت قلب ابو الاساس ميت ازاي؟ يلا خش ربنا يستر. نقدر نفتح الحاجه اخيرا. ايوه كده، مش عارف الحاجات دي بتاعت ايه. هناخد دي. تمام، هو اللي هستخدمها اللي احنا نقدر نشغل حاجه. شباب هنحطهم هنا. ممتاز 100 100. دوس هنا على الزرار. ايوه شغلنا المكان من 30 سنة، مفيش حد لمسه غير ابو الاساس دلوقتي. ازاي كانها غواصة؟ ايه اللي جابها هنا؟ حاجة غريبة. ايه يا عم القلق اللي انا فيه يا عم، هتحول ولا ايه؟ ماشي وبعدين؟ خلاص كده؟ حاجة غريبة الجهاز ده، بس ممكن يكون جهاز تصوير عملاق، مش عارف. عندنا من 30 سنة احنا كنا متطورين جدا على كده. شباب انا ما عنديش حل تاني، مش هينفع حتى انزل ولا اي حاجة. لا ما ينفعش، انا هضطر امشي من المكان ده ونحاول ننزل ونلف لها وننزل لها من تحت. بس اهم حاجة احنا شغلناها. هنط هنا جامب كويس. هنا بيقول لي المفروض مكان الخروج. خلينا نشوف يا عم بندي. كمل، احنا ما دخلناش المكان ده صح؟ ده المكان ده جديد. ويلي فرانكس كان بيتكلم عن جيو يا شباب، واللي انا فهمته من الرساله دي اللي يقول لك ان احنا كان في الات بنستخدمها للكرتون ما كناش محتاجينها لان الكرتون ما كانش بيخلص في وقته. وجيو بيقول لهم خليكم مكملين ومستمرين وسيبوا الاجهزه زي ما هي
وبعد كده قال لهم يلا بقى عايزكم بقى تتبرعوا علشان نخلي الشركة دي شغالة وما تقفش. والمصيبة اللي الموظفين اللي هم زمايله هيتجنوا منه، يا عم احنا ما بنعملش حاجة وانت كمان عايزنا نتبرع؟ وهم بيقولوا لو ممكن جوي ترى بنتنتن اتجنى شباب. بس الغريب اللي هو عايز الحاجة تستمر تبقى موجودة. فشكله شر، شر جوي ده شكله نوع على شر. افتح الباب طيب كله متقفل. اوه اخيرا الباب اتفتح وعندنا كمان في هنا جزء من الماسوره. احنا ممكن يا شباب نمشي ورا المواسير دي نشوف هتوصلنا لفين، بس حاجه مبشره اللي باب يفتح كويس. خدنا المفروض زي اكل، والمكان هنا كله متغطي بخيوط العنكبوت. ماشي نكمل زي ما احنا. عارف ليه حاسس ان الخشب هيتكسر بقى وهنزل في مكان تاني غريب؟ ايه ده؟ استنى، في هنا زرار تحكم بس برضو ما نقدرش ندوس عليه. وانت ايه اللي جابك هنا يا شقي؟ اللي معاك لوحدك قاعد تتفرج انت مع نفسك؟ ماشي مش مشكله نطلع خالص وخلينا فاكرين المكان ده بحيث لو احنا احتجنا له نرجع له مره تانية. ونفتح برضو بيت الابواب مصجرة. ماشي وهو في باب تاني اتفتح. اهلا وسهلا. ناخد تحس لو بيبلع الحاجه. استنى ناخد دول كمان. ماشي ناخد ده نفتح الباب ده اكيد ده هيفتحه كمان. لا الباب ده مصجر هو كمان. في باب موارب، حاجه غريبه. وانا دخلت هنا المكان ده جديد. ربنا يستر. مش عارف ليه مش مطمن. الباب ده زي كنا حد كان داخل من شويه وسايبه لنا موارب. ماشي نكمل. شوف مجموعه الخشب والصوت طالع منه مرعب. طب نجرب نفتح البيبان اللي هنا. ايوه برضه ناخد. مش عارف انا الحاجات دي كلها هنستخدمها في ايه. شباب اتمنى منكم تساعدوني في التعليقات. خلينا ناخد دولك كمان. تعالى ناقصنا واحده. تعالى يا شيا تروح من ابو الاساس فين. ماشي خدناها كمان. خلينا نطلع. احنا كده خلصنا تقريبا كل حاجه هنا. المكان ده شباب في صوت غريب. المكان اتفتح. مش المكان ده ما كانش عايز يفتح من شويه؟ يا سلام. ايوه كده يا عم كفايه القلق اللي احنا فيه. والله الموسيقى بتاع الزمان دي. يا سلام موسيقى الكرتون. نقدر ناخد كمان دوله كويس. ناخد كمان العلبه دي. ممتاز مش حاجه تانيه. فخدنا الموسيقى والمكان برضو بقى في خيام كمان. طيب في نفس الطريق وعندنا برضو جزء من الماسوره هنا اهو. ده المكان اللي احنا كنا موجودين هنا فيه عنده. احنا بنلف ونرجع تاني ولا ايه؟ بس في حاجات بتتغير. في حاجات فتح ما كانتش بتفتح الاول. يا عم الجنب ده يا عم طلعني يا عم الباب الخروج يا عم. انا ينفع اطلع دلوقتي ولا لسه؟ خلينا نجرب نفتح الباب. بيقول لك ضيعت وقت كبير جدا في المكان ده. ده بقى اللي كنت برسم فيه الرسومات بتاعتي وبطلع على الكرتون. قال يعني يا ابو لذيذ انت كنت بقى بتعمل انيميشن وحركات زمان بقى شباب من 30 سنه. بيقول لك في ناس غيروه بس انا ما قريتش بقيه الكلام. بشكلهم كرشوم الشركه ولا ايه؟ شوف الرسومات. معلش يا عم ما تزعلش نفسك. خلينا طيب نكمل. وعندنا الباب هنا متقفل الحمام. يا السنين بتعدي بسرعه شباب. 30 سنه عدوا في ثواني، في دقيقتين افتكرنا كل الكلام ده. يا سلام على ايام زمان. قال يعني انت كنت بترسم يا ابو الازايز؟ ايوه يا عم انت ما تعرفش ولا ايه؟ انا كنت رسام وانا صغير، كنت برسم كرتون وبرسم بندي وبعد كده سبت الرسم وقلت خليني يا عم في الجيمنج. تعال يا عم الباب يا عم ولسه برضه الباب ده مقفل. انا عايز اعرف بس حاجه واحده، هو عايز مني ايه؟ انا اللي ملاحظه حاجه واحده بس، اللي هو عمال ينقطني مش بيخلي الحاجه كلها تظهر مره واحده؟ لا يقول لك ليه يا ابو الازايز شوف حته حته ما تشوفش كل حاجه وما ينفعش اي حاجه تاخدها هنا خالص. استنى احنا نزلنا هنا. ماشي نكمل طيب من الباب ده يمكن نلاقي حاجه. مكان جديد ناخد دي. طيب حلو شباب نقدر ناخد الكلام ده كمان. باب مسوجر بس المكان ده جديد. نكمل فيه زي ما احنا. لا من اولها بقى الحركات دي. احنا قلنا مكان هادي وموسيقى وكنا شباب. ايه ده يا عم اللي هناك ده؟ لما تروح انت انا خليني قاعد هنا. شكله جروفي بندق. مين اللي عمل فيك كده؟ بقول لك احنا عايزين نشغلها. هي دي المكنه اللي احنا بندور عليها من بدري. استنى يا عم بس احنا محتاجين كذا حاجه عشان نقدر نشغلها. شوف بقول لك هنا تروس وهنا كمان مفكات وحركات وكتاب. هنجمعهم ونحطهم هنا ونحط دبدوب. استنى يعني الحاجات اللي كنت بعدي عليها انت كل دي محتاجه نحطها هنا. وكمان عايز حبر عشان نقدر نشغل المكنه العملاقه دي. اوه والله خضني. هو كان واقف هنا؟ ايه يا ابني؟ حاجة غريبة. ايه يا حبيبي؟ ما انا مش عارف انت بتسألني انا بقول لك مين حاطه هنا. شباب خلينا هيعملنا بقى زي حوار ايميلي. شوف بقول لك ايه اللي بتعمله ده يا جوي؟ شوف جروفي بندق
مش انا بقول لكم من بعيد شايفه بندق. استنى بقول لك مين اللي بيضحك دلوقتي. الله عليك، شكرا ليك يا عم جوي، ايه الكلام الجميل المبدع المرعب ده. خلينا نكمل زي ما احنا، عندنا باب واحد بس يا رب يفتح. البيبان كلها مقفله في وش ابو الاسايس. شباب احنا رجعنا تاني. شكلنا تصدقوا بيدينا حته حته، يعني انت مش هتعرف كل حاجه بس سامع صوت رجلين بتتحرك. مش عارف ليه شكلي في حاجه جت بدات هنا. عارف ليه مش مطمن يا شباب؟ خلينا نمشي واحنا محرسين. مش هعطيك اي اداه تقدر تدافع بيها عن نفسك. ماشي اهو اقدر اخده دلوقتي. تعال يا حبيبي فينك من بدري. كويس جبنا دي، المفروض بقى نجيب بقيه الحاجات التانيه. احنا محتاجين لسه الحبر، محتاجين كمان الكتاب، محتاجين كذا حاجه عشان نقدر نحطها ونشغل المكنه. طب علشان ما نقعدش نلف على الفاضي نجرب بس الدبدوب ينفع. انت كمالو حطينا واحد صح كده، نجمع بقيه الحاجه. انا الحاجه فاكر اماكنها مش كلها، يعني في جزء منه عارف الاماكن بتاعته، فهجيبهم واحطهم عند المكنه ونحاول نشغلها. شوف الترس ده كويس قوي، خدنا كمان بس شوف الاضاءه بقت عامله ازاي والمكنه بدات تبان اكتر. 100 100 كده، يلا نكمل. انت والله رايق والله، انت بتهزر يا عم. نهدف دي كمان. لازم نهدي اعصابنا شويه. يا سلام عليك يا بلاسيس، جبتهم والله دلع وحركات. لا يا عم سيبك من اللعب بقى، خلينا نشوف بيت الحاجه. والله خضني ايه يا عم، انت قاعد بتلعب هنا؟ ايه في بير ما كانتش بتتفتح؟ في بير دلوقتي بتتفتح بيطلع لي منها بندي. ايه يا عم ده، انت خلص غلاسه ويخضك فجاه، حاجه غريبه مش عارف هو عايز مننا ايه يا عم. فطر حاجه اخيرا، جبنا على الاقل حاجتين. لسه ناقصنا كام؟ ناقصنا حاجات تانيه. هو جبت كمان الاسطوانه، انا نسيت اعمل ايه معايا. يبقى ناقصنا بس الحبر وناقصنا كمان الاداه دي والكتاب، ناقصنا بس ثلاثه فنحاول ندور عليهم. اهو الكتاب. يا شقي ما كانش معلم لي عليه السوسه بس عرفت اجيبه. تعالى ابو الاسايس يا بنتي، ها سامعني؟ هو الحبر كمان 100 100، شكرا ليك. وكده نصنا بس الاله اللي بنفك بيها، لو جبناها يبقى احنا كده جبنا تقريبا كل حاجه. خلينا يا عم احط الحبر بس كده 100 100، اداه واحده بس. لو اصلنا الكتاب نحط الكتاب. ايوه ده بس لو نجيبه احنا جبنا كل الحاجات ونقدر كمان نشغل الاله. يا شباب يا راجل انا مش شايف، انا قلت ادوس كده وخلاص. طلع مستخبي جوايا يا سوسه وانا عمال ادور عليك من الصبح. يلا بقى نروح نحط اخر واحد 100 100. هو فين؟ ايوه هنا صح. لك الزرار هنا ونقدر نشغله. ماشي هو ده. انت عايزنا نروح الجنب التاني. لما كنا شباب لقينا المكنه اللي هناك، فاحنا هنرجع لها مرة تانية عشان نقدر نشغل ده. ايوه المفروض اللي كانت موجودة هنا، صح كده؟ لا بقى، انت هتقعد تلعب معانا؟ خلينا يا عم استخبي هنا السوسة. شباب ده مش كويس خالص، وبعدين نقدر نتحرك عادي؟ لا 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 لا، اجري بسرعة بسرعة، المكان كله اتمنى هنا حبر. الحمد لله لحقت نفسي، كنت هغرق في الحبر. خلينا نرجع بقى مرة تانية للمكان اللي احنا كنا فيه. بس كده المفروض هي اشتغلت. شباب دلوقتي مش مطمن خالص وعايزين نتحرك بسرعه. ايوه يا رب قول لي بقى، لو عارف لو قال لي ما اشتغلش 100 100. ايوه كده. وبعدين قول لي شغاله دلوقتي، ربنا يستر. كاتب لي هنا نشغل المكنه. ماشي نطلع من هنا، المكان شكله كله هيبقى غرقان. ويا جدعان شوف المكان كله بقى مكحل، ربنا يستر. ابو لاسيس والحبر بينزل هنا بينتشر. انا اللي خايف منه المكان كله يغرق. خلينا نروح هنا. طيب شباب ايه ده؟ بقول لك اجري بسرعه اجري بسرعه اجري بسرعه. وبعدين بقول لك هنرجع للشوب بتاعنا ده، جالي ازاي ده؟ بسرعه بسرعه. لا لا ايوه ايوه اجري هنا كمان كمان. يلا فين الطريق؟ المشكله شباب المكان اتقفل. ايوه خش من هنا بسرعه بسرعه باب الخروج. احنا في مازلنا في مكان تاني. بدا الاكشن دلوقتي.
اخيرا شيل يا عم كل الحبر ده. ده مشكلة. شوف المكان الرعب. حبسنا يا شباب. ان انا فهمت اللي احنا لازم نسمع الكلام ونصلح المكنة العم جوي. اما كده احنا مش هنطلع من المكان المشعوذ ده. طب وبعدين؟ كمل زي ما احنا؟ وشوف بقولك مكان خطر ما تخشش. يا عم روح يا عم احنا لازم نمشي ونكمل. وشوف كمية الحبر بعوم في حبر. انت بقى انت مش فاهمني. افتح طيب البتاع دي ما فتحش. كمل كمل زي ما انت. شباب لغاية دلوقتي مش لاقي حاجة قدامي. لو لقيت وحش بعد كده مرة تانية مش هعرف هتصرف ازاي. كمل. نقدر نفتح الباب ده. استنى استنى نزل بس الحبر ده الاول. مية مية دلوقتي نقدر نفتح الباب عشان ضغط الحبر هيخف. يا سلام شوف حتى الفيزياء والكيمياء هنا يعني يا ابو لزقس يعجبك. ايوه كده مية مية يا عم احنا كده نقدر نشتغل صح. لا يا عم احسن يطلع لنا منه حد. وفين ورا هنا؟ كسر كسر طيب الخشب ده كله؟ كسر ده كمان؟ مية مية كمل ده الطريق جت وقتها المناسب. كويس كمل زي ما احنا. ايوه نشوف بقى الباب ده. ده في شعوذة هنا ولا ايه؟ بيحضروا اروح للغرب. شباب يعني المفروض ما امشيش على الشعوذة؟ احنا المفروض دخلنا في شابتر 2. بيقول لك اللي حصل لي. لا وسهلا لا بدا الاكشن. اه عشان انا هقف لحد هنا. فلو عجبك الفيديو ما تنسناش بقى باللايك. ولو وصلت الفيديو ده اكتر من 20,000 لايك وشفت فيه تفاعل قوي عن اللعبه دي هنزل لكم منها مره ثانيه. واشوفكم مره جايه في فيديو جديد مع ايس تيوب جيمنج. يلا سلام.